اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشي. في فيديو النهاردة هنتعلم ازاي نعمل زينة رمضان بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل فرح هنعلق فيه الاشكال دي. زينة طريقتها جميلة وبسيطة وشكلها جديد. وهنعمل هلال رمضان طريقة سهلة وبسيطة. مش بتعمل خيط كتير، هنعملها بباقي الخيوط اللي عندنا. اي خيط عندنا ممكن تشكليه في الالوان على حسب الالوان اللي انت عاوزاها. هنشتغل عقدة البداية. بعد كده هنشتغل 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. بعد كده هنزود عليهم 4 سلاسل ارتفاع غرزة العمود ب2 لفة. هلف الخيط مرتين على الإبرة وهروح عند 5 سلسلة. هسيب ال4 سلاسل الارتفاع وهدخل في السلسلة الخامسة وهشتغل فيها 7 غرزة عمود ب2 لفة. كده 1، هلف الخيط مرتين على الإبرة في نفس الغرزة هدخل واشتغل كمان غرزة عمود ب2 لفة. كده اشتغلت 2 غرزة عمود ب2 لفة. هشتغل كمان 5 غرزة عمود ب2 لفة عشان يبقى العدد الإجمالي معايا هيبقى 7. كده 3، كده 4، كده 5، كده 6، يبقى ارتفع ال4 سلسلة هيبقى ارتفاع غرزة العمود ب2 لفة. وبعد كده اشتغلت في الغرزة الخامسة 7 غرزة عمود ب2 لفة. هروح عند اول سلسلة اشتغلتها وهشتغل فيها غرزة منزلقة. يبقى كده الراوند الاولاني هيكون معايا بالشكل ده. هنتقل للراوند التاني وهشتغل 3 سلسلة وهلف الشغل. انا هشتغل بين الاعمدة في نفس المكان، هدخل في بين الاعمدة وهشتغل كمان غرزة عمود بلفة عادية. هروح للفراغ اللي بين العمودين اللي بعديه وهشتغل فيه 2 غرزة عمود بلفة عادية. كده 1، وفي نفس المكان هدخل واعمل كمان 1. هروح للفراغ اللي بين العمودين اللي بعديه وهدخل فيه وهشتغل فيه 2 غرزة عمود بلفة عادية. كده 1، وفي نفس المكان هدخل واعمل كمان 1. هروح بين العمودين اللي بعديهم وهدخل في المكان اللي في النص وهدخل واشتغل 2 غرزة عمود بلفة. 1 2، وبفضل مكملة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور، ان انا بشتغل بين الاعمدة 2 غرزة عمود بلفة. وصلت لآخر الفراغ وهشتغل غرزة عمود بلفة. وهدخل في رابع سلسلة اللي هي من سلاسل الارتفاع وهدخل واشتغل فيها غرزة عمود بلفة. يبقى كده الراوند التاني هيكون معايا بالشكل ده. كده هنشتغل الراوند التالت وهشتغل 3 سلسلة وهلف الشغل، وفي نفس المكان اللي اشتغلته منه 3 سلسلة
هدخل فيه وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة برضو بين الأعمدة. يبقى أنا دخلت بين العمودين الأولانيين واشتغلت غرزة عمود بلفة. هروح للفراغ التاني اللي بين العمودين اللي بعد كده وهدخل فيه وهشتغل غرزة عمود بلفة واحدة. وبعد كده هشتغل 4 سلسلة وهشتغل بقى غرز حشو بين كل عمودين. هنا عندي عمودين، هشتغل في النص هنا غرزة حشو بين كل عمودين. هنا هسيب العمودين وهدخل في النص وهشتغل غرزة حشو وهشتغل 4 سلسلة وهروح برضو في النص بين كل عمودين. هسيب العمودين وهروح ادخل في النص وهشتغل غرزة حشو. بعد كده برضو هشتغل 4 سلسلة وهروح برضو بين العمودين وهشتغل واعمل غرزة حشو. بعد كده هشتغل 4 سلسلة وهنا برضو هشتغل، هسيب العمودين وهدخل في النص وهعمل غرزة حشو وهشتغل 4 سلسلة وهشتغل هنا بين العمودين هعمل غرزة حشو. بعد كده هشتغل 4 سلسلة وهلف الخيط على الإبرة، هدخل هنا بعد العمودين وهشتغل غرزة عمود بلفة واحدة. وهروح هنا يبقى عندي عمودين، هدخل في وسطهم هشتغل غرزة عمود بلفة وهشتغل كمان غرزة عمود بلفة في 3 سلسلة من سلاسل الارتفاع. زي ما ابتديت الدور زي ما بنهيه، انا هنا دخلت عملت غرزتين عمود بلفة وبعد كده دخلت بين العمودين وعملت غرزة عمود بلفة. نهيت الدور بنفس الطريقة. هنتقل للراوند اللي بعد كده، الراوند الرابع، وهشتغل سلسلة وهلف الشغل، هدخل في نفس المكان اللي ارتفعت منه السلسلة وهشتغل غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو، واللي بعديها كمان هشتغل فيها غرزة حشو. يبقى كده اشتغلت في الـ3 أعمدة 3 غرز حشو. هيقابلني الـ4 سلاسل. هروح عند أول سلسلة وهدخل فيها وهشتغل فيها غرزة حشو. بعد كده هشتغل 4 سلسلة سيب الفراغ الأول وهروح للفراغ التاني وهشتغل فيه غرزة حشو. بعد كده هشتغل 4 سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه غرزة حشو وهشتغل 4 سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه غرزة حشو وبشتغل 4 سلسلة. وانتقل للفراغ اللي بعديه وبشتغل فيه غرزة حشو، هشتغل 4 سلسلة. هنا انا هشتغل في اول سلسلة من بالاخر هشتغل فيها غرزة حشو. احنا زي ما بنبتدي الدور بننهيه. هيقابلني الـ3 أعمدة، هدخل فوق كل عمود وهشتغل فوقيه غرزة حشو. 1 كده 2 والسلاسل هدخل فيها وهشتغل فيها غرزة حشو كده 3. هنتقل للراوند الخامس وهشتغل سلسلة وهلف الشغل في نفس المكان اللي اشتغلت منه السلسلة، هدخل واشتغل غرزة حشو، واللي بعديها هدخل فيها واشتغل غرزة حشو، واللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو. بعد كده هشتغل 5 سلسلة وهروح هنا في أول فراغ وهشتغل فيه غرزة حشو. وبعد كده برضو هشتغل 5 سلسلة
وهنشتغل في الفراغ اللي بعديه غرزة حشو. هشتغل 5 سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه غرزة حشو. بشتغل 5 سلسلة وهشتغل في الفراغ اللي بعديه غرزة حشو. وهشتغل 5 سلسلة وهروح في آخر فراغ وهشتغل فيه غرزة حشو. بعد كده هشتغل 5 سلسلة وهروح هشتغل في ال4 غرز، هعمل في كل غرزة غرزة حشو كده، 1 واللي بعديها 2 واللي بعديها 3 واللي بعديها 4 كده. خلصنا الراوند الخامس، هشتغل الراوند السادس وهشتغل سلسلة وهلف الشغل. هشتغل فوق كل غرزة حشو، ال4 غرز هشتغل فوقيها غرزة حشو ، 1 2 3 كده 4. انا عندي هنا 5 غرز، هشتغل في 3 سلاسل، قصدي 5 سلاسل، هشتغل في 3 سلاسل، هعمل في كل غرزة غرزة حشو كده، اول سلسلة كده، التانية كده، التالتة. اشتغلت في اول 3 سلاسل بس غرزة حشو، غرز حشو، وبعد كده هشتغل 5 سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديها على طول. مش هكمل شغلي في الفراغ اللي انا اشتغلت فيه الحشو، هروح للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه غرزة حشو. بعد كده هشتغل 5 سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديه على طول وهشتغل فيه غرزة حشو. وهشتغل 5 سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه غرزة حشو. وهشتغل 5 سلسلة والفراغ اللي بعديه هشتغل فيه حشو. بعد كده هشتغل 5 سلسلة كده، وصلت عند الأخيرة. أنا هشتغل في آخر 3 سلاسل من هنا، هسيب أول سلسلتين وهشتغل في السلسلة الثالثة والرابعة والخامسة، هدخل في كل سلسلة واشتغل فيها غرزة حشو كده، أول واحدة حشو كده، 2 كده 3. هيا نروح ل4 أعمدة، هشتغل فوق كل ال4 غرز حشو، هشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. كده خلصنا الراوند السادس، هننتقل للراوند السابع والأخير وهنشتغل سلسلة وهنلف الشغل. أنا عندي هنا 7 غرز حشو، هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو كده، 1 كده، 2 كده، 3 كده، 4 كده، 5 كده، 6 في آخر غرزة كده، 7. هشتغل في الفراغ ده 7 غرزة عمود بلفة ، 1 2 3 4 5 6 7. وهروح فوق غرزة الحشو هنا وهشتغل فيها غرزة حشو. بعد كده هروح للفراغ اللي بعديه على طول برضو هشتغل فيه 7 غرزة عمود بلفة كده، 1 كده، 2 3
أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وبشتغل فوق غرزة الحشو وغرزة حشو. كده وصلنا للفراغ اللي في النص، وده اللي هنعمل فيه غرزة البيكو. هشتغل الأول 4 غرزة عمود بلفة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. بعد كده هشتغل 4 سلسلة، وهنزل اشتغل غرزة بيكو هنا في الفتلتين دولي، هشتغل فيهم غرزة بيكو. بعد كده هشتغل 3 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. كده واحد، كده اتنين، كده تلاتة. وهروح عند غرزة الحشو وهشتغل فيها غرزة حشو. وهنا هشتغل في الفراغ اللي بعديها، هشتغل عادي 7 غرزة عمود بلفة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. واروح فوق غرزة الحشو وهشتغل فوقيها غرزة حشو. هنتقل للفراغ الأخير وهشتغل فيه 7 غرزة عمود بلفة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. هيقابلني هنا 7 غرز حشو، وهدخل فوق كل غرزة وهشتغل فوقيها غرزة حشو. كده واحد، كده اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. كده خلصنا، طبق معانا بالشكل ده. كده طريقتها سهلة وبسيطة. دلوقتي هنا هعمل بغرز حشو علشان لما اجي اشبكها في الفرع بتاع التزيين. هشتغل سلسلة وهدخل في كل فراغ وهشتغل فيه غرزة حشو. هنا هيكون عندي 4 غرز، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. هيقابلني هنا العمود النايم، هشتغل فيه 2 غرزة حشو. وهيقابلني كمان عمود نايم برضو، هشتغل فيه 2 حشو. هيقابلني العمود اللي هو ب2 لفة نايم، العمود اللي ب2 لفة نايم، هشتغل فيه 3 حشو، واحد، اتنين، تلاتة. هتقابلني هنا الغرزة اللي في النص وهشتغل فيها غرزة حشو. هرجع بنفس الطريقة، هيقابلني عمود ب2 لفة نايم، هشتغل فيه 3 حشو، واحد، اتنين، تلاتة. هيقابلني عمود بلفة عادية نايم، هشتغل فيه 2 حشو، واحد، اتنين. هيقابلني برضو عمود بلفة نايم، هشتغل فيه 2 حشو، واحد، اتنين. بعد كده هيقابلني 4 غرز حشو، وهشتغل في كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو، واحد، اتنين، تلاتة، اخر غرزة 4. بعد كده هشتغل سلسلة وهقص الخيط الزيادة. طبعا هقص الخيط ده لان انا خدته تحت الشغل وانا شغالة. وهدخل الخيط ده بإبرة التنظيف في الشغل من ورا، وهرجع لكم تاني.
ودخلت الخيط في الشغل من ورا من ظهره، هيبقى معايا بالشكل ده كده. دلوقتي هنشتغل مع بعض الهلال. الهلال ده طريقته بسيطة قوي. هنجيب ماركر بس علشان نعلم بيه بداية الغرزة عشان ما نتلخبطش. لو انتي ما عندكيش ماركر ممكن تعلميها بخيط مختلف او اي حاجة عندك. هنعمل الدايرة السحرية. هشتغل سلسلة وهشتغل جوه الدايرة السحرية دي 6 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6. بعد كده هقفل الدايرة السحرية. انا هنا عندي 6 غرز، هروح عند اول غرزة حشو وهدخل فيها. احنا مش هنقفل بمنزلقة هنا، هنكمل الشغل داير داير على طول. هدخل في اول غرزة حشو وهشتغل فيها غرزة حشو واحط عليها الماركر عشان هي هتبقى بداية الدور التاني. وفي نفس المكان برضو هدخل وهشتغل كمان غرزة حشو. الدور ده كله هنمشيه تزايد، هنشتغل في كل غرزة حشو هنشتغل فيه 2 غرزة حشو. في نهاية الراوند ده هيكون معايا المفروض 12 غرزة حشو. آخر غرزة هنشتغل فيها 2 حشو، هنشيل الماركر، هندخل في أول غرزة وهنشتغل فيها برضو 2 حشو. 1 وهنحط الماركر. احنا بنعلم الغرزة اللي هي في بداية الدور. في نفس المكان هدخل واشتغل كمان 2 غرزة حشو. الراوند برضو همشي بنفس الطريقة، ان انا هشتغل في كل غرزة حشو هشتغل فيها 2 حشو وهشتغل برضو والراوند اللي بعد كده برضو هشتغل في كل غرزة حشو 2 حشو. وهوقف شغل على كده لان هيكون معايا 48 غرزة. عشان تتأكدي من عددك هكمل الراوند ده، ان انا هشتغل في كل غرزة حشو 2 غرزة حشو، والراوند اللي بعديها هعمله برضو بنفس الطريقة في كل غرزة حشو 2 حشو وهرجع لكم تاني. اشتغلت لحد ما وصلت ل 48 غرزة. هنشيل الماركر، هسحب الخيط الابرة من الحلقة اللي على الابرة وهدخل في الغرزة اللي كان فيها الماركر. وهسحب الحلقة دلوقتي. هتكون معايا شكل الهلال اهو. هبتدي اخيطه. ممكن لو انتي حابة تخيطيه بابرة التنظيف، انما انا هخيط. انا عندي فتلتين، فتلة امامية وفتلة خلفية. هدخل في الفتلة الخلفية وهروح في الفتلة الخلفية في الغرزة اللي قدامها وهشتغل منزلق. بدخل في الفتلة اللي جوه وبرده في الفتلة اللي جوه في الغرزة اللي قدامها وبشتغل غرزة منزلق. بدخل في الفتلة اللي جوه والفتلة اللي جوه وبشتغل منزلق. وبفضل مكملة بنفس الطريقة. انا هحشي خيط علشان انا ما عنديش فايبر. قبل ما اقفله هحشيه بخيط من جوه زي ده بالظبط. انا هحشيه برضو من جوه بخيط اصفر. لو انت عندك فايبر احشي بيه، لو عندك بقايا خيوط ممكن تحشي بيه عادي. انا هحشيها ببواقي الخيوط. هكمل واقفله في الفتلة الخلفية في الغرزة اللي قدامها وهحشيه خيط وهرجع لكم تاني عشان نعمل الفرع الزين. وقفلته بنفس الطريقة، ان انا اشتغلت غرزة امامية قدام غرزة خلفية في غرزة خلفية وحشيته خيط بقى معايا بالشكل ده كده. دلوقتي هشتغل 17 سلسلة. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. وهرتفع بالخيط كده شوية وهقصه
كده اشتغلت الهلال واشتغلت الشكل اللي انا هحطه في الزينة، في فرع الزينة. ممكن نشتغل بنفس اللون، ممكن اشبك بأي لون انا عايزاه. انا هشبك باللون الاسود، ممكن اشبك بلون مختلف عن الالوان اللي انا عايزاها على حسب الشكل اللي انا عايزاه واللون. هعمل عقدة البداية وهشتغل 50 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40. على حسب انتي عايزة تسيبي مسافة قد ايه على الفرع الزينة. كده انا اشتغلت 40، هشتغل كمان 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده اشتغلت 50 سلسلة. هجيب هرتب الالوان. انا هنا اشتغلت غرز حشو علشان اشتغلها مظبوطة، لما اشبك تكون معايا سهلة. هدخل في اول غرزة حشو وهشتغل فوقيها غرزة حشو، واللي بعديها برضو هشتغل فيها حشو. هشبك فوق كل غرزة في حشو، هشبك فوقيها بغرزة حشو. بنفس الطريقة كده هدخل فوق كل غرزة حشو وهشتغل فوقيها غرزة حشو. يكون معايا التشبيك بالشكل ده كده. بعد كده هشتغل 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهجيب اللون الأصفر بتاع الهلال وهدخل في آخر غرزة من فوق هشتغل فيها غرزة منزلقة. وبعد كده هشتغل كمان 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهجيب اللون التاني وهدخل في أول غرزة حشو وهشتغل فيها غرزة حشو برضو، واللي بعديها هشتغل فيها حشو. هفضل نفس اللي أنا عملته هنا هعمله هنا، ولما أشبك الهلال أشبكه بالشكل ده كده. هكمل وأشبكهم كلهم وأرجع لكم تاني أوريكم هندخل الخيط ده في الشغل ازاي. شبكت الفرع كله، الفروع كلها في الزينة. حطيت إبرة التنظيف في الخيطة، هدخلها في السلاسل من ورا. هقص الخيط الزيادة
هيكون معايا فرع زينة بالشكل ده كده، شكله تحفة بجد ومش بياخد خيط كتير. لو عندك اي بقى خيوط ممكن تعملي بيها وتدخلي الوان مختلفة مع بعض، طريقته سهلة وبسيطة مش بياخد وقت كتير، وهتزيني بيه شقتك في رمضان. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.